لأول مرة ثوب زفاف الأميرة دايانا على موعد مع الجمهور، شوكة سمكة تهدد حياة أفقر رئيس في العالم، الكشف عن صور لم تشاهد سابقاً لهجمات 11 من سبتمبر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلاً بكم. للمرة الأولى منذ 25 عاماً سيكون ثوب الأميرة البريطانية الراحلة دايانا، والذي يعتبر أشهر أثواب الزفاف الملكية، على موعد مع الجمهور بعد موافقة الأميرين ويليام وهاري وولي العهد الأمير تشارلز على مشاركة الثوب في معرض قصور الملكية التاريخية. المعرض سيقام في 3 من يونيو المقبل ويمتد حتى 2 من يناير من 2022، وذلك في قصر كنزينغتون في العاصمة البريطانية، ويحمل عنوان صناعة الأسلوب الملكي. شوكة سمكة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً بعد أن علقت في ماري رئيس أوروغواي السابق خوسيه بيبي موخيكا، والذي يلقب بأفقر رئيس دولة في العالم، حيث عرف عنه التقشف والتبرع الدائم بمعظم دخله. مصادر طبية قالت إن موخيكا البالغ من العمر 85 عاماً نقل إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة الشوكة العالقة، فيما ذكر طبيبه الخاص أن الجراحة كانت بسيطة وسيعود إلى منزله قريباً. بعد نحو 20 عاماً على وقوعها، اكتشف مراهق من ولاية كونتيكت الأمريكية صوراً لم يسبق لها مثيل لهجمات 11 من سبتمبر داخل ألبوم عائلي قديم. الشاب ليام أنيا البالغ من العمر 19 عاماً قال إنه كان يتصفح ألبوماً قديماً يحمل عنوان يوم عيد الحب، وكان يخص عمته، عندما عثر على صور خاصة بها لأكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة. رغم سلبياتها الكثيرة، إلا أن لجائحة كورونا إيجابيات أيضاً، حيث استغل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً فترة التوقف عن الذهاب إلى المدرسة خلال الجائحة لتلقي فصول دراسية إضافية مكنته من إتمام دراسة مرحلتي الثانوية والكلية في الوقت نفسه. الطفل مايك ويمر، وهو من ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، يستعد لتخرج من المدرسة الثانوية والكلية في الأسبوع نفسه، وذلك خلال شهر مايو المقبل، حيث أكمل 4 سنوات دراسية في عام واحد، سنتان في المدرسة الثانوية ومثلهما في الجامعة.